معايا كابتن أمير توفيق، طبعا مدير التعاقدات في النادي الأهلي. يا كابتن أمير، ازي حضرتك؟ والحقيقة ألف مبروك على التعاقدات الأخيرة للنادي الأهلي، ويعني جهد رائع وكبير جدا من حضرتك. كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. والحقيقة أنا بحييك وبأحيي المجموعة، إدارة الكرة. الحقيقة أنا لسه كنت بتكلم في هذه النقطة، حاجة رائعة جدا جدا جدا، استثمار رياضي واستثمار فني على أعلى مستوى. قبل ما أسألك بقى في الأسئلة الأخرى يا أمير، الحمد لله يا كابتن. يعني زي ما حضرتك قلت كده، انا سمعت الانترو اللي حضرتك قلتها من شويه، يعني شبه لخصت التوجه العام بتاع النادي رايح لفين. يعني ايوه فكره ازاي تستغل لعيبه النادي الاهلي الموجودين الصغيرين اللي ممكن ما يكونش في مكان النهارده في الفرقه، ازاي بتطلعه بره في مكان يكون بيئه مناسبه انه يلعب فيها بشكل كويس، بيرجع لك بعد كده يكون يدور مع الفرقه. والامثله واضحه عندنا في اخر سنتين مع النادي. نعم فان شاء الله كده تكون يعني، وفي الاخر حتى فيها استفاده فنيه ان هو يرجع لك في نادي الاهلي يستفيد، واستفاده ماليه ان انت مع الوقت بتقلل الصفقات شويه، خلاص يبقى الامور كلها معتمد على ولاد النادي او لعيبه النادي الصغيرين، والصفقات تبقى في الحدود، وفي نفس الوقت برضه استفاده ماليه انه بيطلع اعاره بفلوس كويسه فبتساعد النادي برضه ماليا. يعني اعتقد ان معظم اللعيبه اللي حضرتك او النادي الاهلي طلعهم خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، النادي الاهلي استفاد بيهم من الناحيتين، من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماليه. انت بتستفيد ماليا بان انت بتطلع اللعيب، فبالتالي انت دلوقتي لما تحب تجيب لعيب من الدوري الانجليزي زي ما عملت مع بيرسيتاو، بتقدر تدفع له اللي هو عايزه فيما يتوافق طبعا مع السياسه الماليه في النادي الاهلي، وبتقدر تدفع له لان انت موفر من وجود هؤلاء اللاعبين ومن الاعارات اللي حضرتك عملتها. طبعا يا كابتن، بص الموضوع زي ما قلت لك، الموضوع ليه كذا شق. فكره الفلوس او الدخل او مدخول النادي من قطاع الكوره عامه، في جزء منه بيكون ليه دعوه بالاعارات اللي بنطلعها بنكسب منها ماليا، جزء تاني ان حتى ممكن تجيب صفقات ممكن تكون حتى اسعارها غاليه شويه، بس بتعوضها انك بتجيب بطولات، البطولات دي برضو بتديها مكافآت ماليه كبيره. طبعا الكلام ده كله بيساعدك ان انت النهارده في استقرار مادي ومالي في الفرقه او في قطاع الكوره، فبيساعدك انك تعمل عقود بشكل محترم، بيبقى عندك التزاماتك الماليه مع اللاعبين كلها في وقتها. النهارده احنا كل عقودنا النهارده دلوقتي مع الانديه كلها الصفقات كلها بالاسم، يعني احنا السنه دي في الويندو ده من غير طبعا تفاصيل ماليه كتير مع الانديه ايوه احنا معاهم، ايوه مفيش ديل خلصناه كاش، ايوه كل حاجه كانت بالقسط. ده طبعا جزء منه ان احنا علاقتنا كويسه مع الانديه طبعا محليا، حتى علاقتنا كانت مع سيمبا علاقه مميزه جدا، الناس كانوا في ميكسوني كان التعامل كله كان فيه احترام جدا. لما كنا في انجلترا مع برايتون مع مستاو، الناس متفاهمين ان في كورونا وفي وضع اقتصادي حتى دولي، فالنهارده فكره القسط تدفع على سنه او سنتين او 3 سنين بيديك برضو براح مالي انك بترحل التزاماتك الماليه على فتره كبيره مش فتره صغيره. ايوه فدي كلها حاجات بتساعد انك عندك زي ما بيقولوا كده الكاش فلو او بتاع النادي دايما الحمد لله بيساعدك ان انت تشتغل براحتك ويكون عندك شويه براح فيها.